السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. وصفتنا ديالك اليوم عبارة على فتات الشطبة على الطريقة ديال الناس القدام، كما كنا كنشوفوها عندنا في البلاد ولا عند موي ولا. هذه هي الطريقة اللي انا كنعرف نديرها بها، كتجي زوينة بزاف وطريقة سهلة. وخليكم مع المقادير وطريقة الإعداد. غادي نبداو على بركة الله. عندي في المقادير عندي واحد شويه ديال العدس، واحد نص تلافات العدس، حيت انا ما غاديش ندير بزاف، غندير غير واحد الرابعه ديال الدقيق اللي غادي كثر يعمر زلافه. نص زلافه عدس ونص زلافه فول، هادو راني غاسلاهم. واحد البصله صغيره مشلضه رقيقه، وواحد المعلقه ديال الحلبه غسلتها، ومعلقه ديال حب برشه حتى هو غسلته. اللي بغى يدير السانو يجي يديرو. بالنسبه للعدس الفوراني ما غسلتهم حتى هما. هنا خديت واحد تقريبا واحد نص كاس تاع زيت العود، غادي ندير فيه ديك البصيله وغنديرها تشحر. بالنسبه لهاد الفتات الشطبه غتكون ان شاء الله بالحليب. اللي بغى يدير مطيشه غادي يحيد الحليب وغادي يحك مطيشه هنا ولا جوجات فوق هاد البصله وغيشحرهم. هذا هو الاختلاف اللي كاين. انا غندير هاد الشحر وبقاو معايا. تشحرات ديك البصيله واحد شويه، بقى ما زدت العطريه لا والو. نزيد داك الفول، نزيد ديك العديسه، غادي ندير واحد المليحه ندير القياس. راه كيجي فيها السمن، اللي بغى يدير واحد المعلقه صغيره ديال السمن يديرها. انا غادي ندير مليحه دابا، غادي نزيد المليحه هنا. واللي عنده الزعفران حر يدير شويه الزعفران حر، اللي ما عندوش بحالي انا يدير شي شويه د الخرقوم العادي. انا اليوم راه فيا العكز، انا كنخدم غير بلا معلقه، عيني مزيان. خص واحد نص معلقه ديال الخرقوم، نديها ونجيبها هكا شي شويه، غنرويهم بواحد تقريبا واحد الاطره ديال الماء. وغادي نزيد واحد شويه ديال البزار، شويه الزنجبيل والسانوج والحلبه. دابا غادي نزيد واحد الاطره في الماء، نزيد ديك شويه الحلبه وشويه دابا حب برشه. دوك ما عرفتو ملي كتغسلو وكيلصق. هاد الوصفه راه زوينه العيالات اللي عندهم اللي كيرضعو ما عندهمش الحليب، راه كتزيد الحليب زوينه وفيها الطاقه، او كتزيد الطاقه نيت كتسخن في هاد البرد الصراحه، وصحيه راه باينه صحيه. صافي غادي نزيد شويه البزار دابا، غادي نزيد شويه البزار. كما قلت لكم اليوم راه جايني شي عكز، واش حتى نتوما كتعكزوا بعض الخطرات تنوضوا للكوزينه، ولكن انا كيعكزني غير البرد صراحه. هذه فيها المعلقه، معلقه صغيره ديال السكينجبير غير صغيره، وشويه البزار. صافي غنسد على هذا الشيء باش يطيب لينا، وغندوزو دابا ان شاء الله العجينه. غادي ندير شويه ديال الفينو وشويه ديال الفورس. هما اغلبيه كيديروها بالفورس، ولكن الفورس راه ماشي زوين، كيجي بحال معجن فيها. حنا امي كانت كديرها لنا بالدقيق الملح، وانا راه اخر شهر تقاد عليا بقى عندي غير الفينو. ها هو كما كتشوفوا شويه الملحه والفورس، غنخلط هادو كما كتشوفوا. ما تعجنوش زعما دلكو ولا، غير جمعوها شويه بالماء غير الماء بارد. بسم الله، ما تكونش قاصحه وما تكونش ثاني كتلصق بينو وبين. صافي كما كتشوفوا انا غير جمعت، راه ما عجنت ما والو. غادي نقطعها كويرات هكا صغارين. بالنسبه هي هذه راه ساهله، راه ما واعراش، غير البنات الا جاتهم واعره ولا يجيبوا ديك البابيون كتعوض هذه. ولكن هذه راه هي فتات الشطبه ديال بكري، كانت ديرها لنا امي في البرد. ايوا راه كنت بغيت نتسنى حتى تجي ديرها لكم، الساعه تعطلات. ايوا درتها لكم امكم خديجه، قبلوها من عندك كما جات وسميتو هي هاد الفسات الشطبه. علاش كيقولها فسات الشطبه؟ حيت كانت بكري في العروبيه كيخلطوها بواحد الشطبه واحد العود تيكونوا عنده هكا جوج هكا، باش ملي كنلوحوا هاد العجينه ما كتعجنش لينا، هذاك العود كيبقى يحلها. هذه هي السميه على سماوها فسات الشطبه. غادي ناخذ الكره الاولى نطلقو بالدقيق ونديرو المدلك، ونطلقوها رقيقة. هانتو كتشوفو اخواتاتي لققتها بزاف ولات رقيقة، راه كيبان لي تحت منها الخامة
شوفوها زوينه حيت فيها الدقيق ديال القمح احسن. غادي نشدها غادي نلويها هكا، وضروري يكون الطحين، هاد الطحين راه غنتخلصو منو راه ما غيبقاش. راني غادي نغربلو ان شاء الله ونحيدو. غادي نجيب واحد مقيس ونقطعها هكا صغيره. انا نقدر ما نديرش ديك العجينه كلها راه جاتني كثيره، غنقطعها هكا وغندير لها الفورص هكا باش نحلها. كما قلت لكم الفورص راه ما غيبقاش، وغنجيب واحد الغربال بحال هكا ديال السلك وغادي نبدا نحل فيها هكا. وانا كنطول يعني كنحل وبحال كنجبد وكنقطع هكا صافي. هذه هي خدمتها، عرفتوا راه ساهله. اللي بغات تجبد دير المقص، دير المقص غادي غير يعطلكم، ما ديروهاش طويله. انا بعض المرات كنشوفها هكا طويله بزاف. هي هذه. وجيبوا وليداتكم حداكم يغسلوا يدياتهم ويبركوا يقطعوا هكا. جبدوا نتوما بحال دابا انت الام، بحال دابا انت الام ديالهم، جبديها لهم هكا وحطي جبدي لها هكا. والدراري الصغار يديروا لها هكا. انا نيت غنعطي مصطفى يعاوني نقطعها هكا. ورانا غنرش الطحين غير باش ما تعجنش ليا وحده فوق وحده. راني رشاها مزيان يعني راه ما غتعجنش. غنكمل هاد الكره اللي حطيت دابا ونزيد كره اخرى ان شاء الله. احنا كنتعاونوا ساليو ان شاء الله بالزربه. قال لك واحد المثال قال لك العوين في النصاره ولا القعاد خساره. نتعاونوا دغيا تسالي لنا العشيوه ديالنا. صافي انا غنمشي على هاد المنوال انا ومصطفى ايوا، ونرجع معاكم ان شاء الله. انا البنات درت غير جوج كويرات بركه، خليت جوج هما حيت جاوني كثارين. قلت لكم راه تيكون راه تبارك الله باقي فيها. هادو غنعجنهم غدا ان شاء الله خبيزات، باقي فيها الخير والبركه. كاع حاجه الناس تبكري باقي فيها الخير. لا هي لا كسكسو دار الرفيسه. غادي نشدها ونزول، غادي نشدها غادي نحيد داك الفائض ديال الدقيق ونغربلو، وغادي نمشي ان شاء الله نديرها في الكوكوط. ضروري ملي تكونوا تقطعوا ما ديروا الطحين باش ما تعجنش ليكم، ورقوها مزيان وتكونوا كديروها بالمدلك راه تجيكم فنه. انا غنستعمل هذه حيت ما عنديش ديك الشطبه. المهم هذه هكا ملي غادي نحط العجينه ما غاديش تجيني مجموعه. نحط وفي نفس الوقت ندور، غنعاود نحط. انا غادي مصطفى يدور ليا وانا غادي نرمي. ملي تكونوا تلوحوا فيها هكا ديروها بيديكم صافي. بالنسبه انا كما قلت لكم رانا عندي غير كميه صغيره، كميه قليله. انا ما درتش الروه بزاف، درت اطرو في الاول وزدت نص اطرو. ملي لقيت داك الاطرو نقص زدت واحد نص اطرو. غادي نخليها غير واحد تقريبا واحد ما كاملاش 10 دقائق، راه بالزربه كطيب كيما نزكاش عليها بالتحراك. وغادي ندورها بنص اطرو الحليب ان شاء الله. كما شفتوا هي بدات كتغلى وما نزكاش عليها هكا. هي راه ما معجنه ما والو كما كتشوفوها. شو كل وحده بوحدها حيت رميناها في الماء اللي حتى طلع يكون غليان. رميتوها في الماء باقي ما غليانش تعجن ليكم. وبالنسبه اللي غيديرها بمطيشه يكون الروا اكثر من هكا. انا حيت درت هكا حيت غادي نزيد نص طرو الحليب، يعني راهو في الاول راهو بجوج طرو. وكما قلت لكم انا على حسب العجينه، انا راه ما درتش شو داكشي اللي قطعت راه ما حطيتوش كله. ها نتوما حيت جاتني حيت هي كيما قلت لكم تبارك الله كثيره. هنا واحد 3 زليف كبار الا خصات وبغاو ثاني مره اخرى نديرها. انا ما نخليش داكشي في الثلاجه بزاف ولا شو. انا شي شويه غادي نكب عليها الحليب حيت كتبان لي بدات كطيب. انا غادي ندوق بحيطه دابا 7 دقائق بالحساب اللي حسبت ليها وطابت صافي بركه على دقت لقيتها طابت. غادي نبدا نزيد الحليب بسم الله. تقريبا واحد نص طرو الحليب اللي غتزيدو فيها. غادي نخليه غير تيغلى يغلى هاد الحليب زعما يطلع يطيب هاد الحليب صافي. ونحطها ان شاء الله. وراه هادي راه زعما راه هي الوصفه التقليديه ديال الفساد الشطبه. هي هادي اللي كانت كديرها امي وكديرها جداتي في العروبيه، راه ديال البلاد صافي. البنات ها نتوما كتشوفوها هي طلعات.
ما تكثروش العجينه لداخل باش ما تجيكمش ثقيله وتجيكم كاين خبزه، تجيكم عجينه بحال كتاكلوا في العجينه. خليو شويه البلاصه الفول وبلاصه اللي عديسه وبلاصه، المهم ديروا جهدكم عينكم ميزانكم. غادي نحطها في القصريه حيت هي كتكال في القصريه، الاصل تاعها كتكال في القصريه. ما غاديش نديرها في الزليف، بسم الله. هانتوما كتشوفوا شحال زوينه، ما معجنة ما والو، رائعه كما كتشوفوا البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال الفتات الشطبه كما كتشوفوها، هي زوينه. ما لاصقاش على بعضياتها كما كتشوفوا، كتجي غزاله وكتجي زوينه في هذا البرد، راها سخونه وصحيه. كنتمنىكم تجربوها، كنتمنى البنات تطلبوا ليا فتات الشطبه بالحليب. هي هذه الفرق الوحيد بينها وبين مطيشه، ان في الاول غديروا مطيشه وما ديروش الحليب وديروا الماء الزايد، وما تكونش ثقيله، تكون في الجهد هكا كما كتشوفوا، راه جات في الجهد. ايوا تفكرنا ايامات زمان كنا نتجمعوا حنا والخوت هكا على القصريه والمعالق وهكا بالك كنوضوا، هما هادوك ما كتجيو حتى ل10 الصباح ولا ل11. المهم كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، رافقتها هنا بواحد شويه المسمن ديال الفران، طيبته في الفران. المهم هي راه هي اصلا وجبه كامله، يعني غير اللي بغى ياخذ المسمن ياخذه. كنتمنى يا ربي هذه الوصفه تعجبكم، الى عجبتكم من الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من لي لايك، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.